انفرد موسى عليه السلام بمعجزات عديدة، كان من أشهرها عصاه التي هزم بها سحرة فرعون في يوم عيد جمع فيه الناس جمعا ليشهدوا هزيمته، فكتب الله له نصرا على رؤوس الأشهاد. لكن مع اكتشافات العلم الحديث فإن هناك ألغازا تتكشف يوما بعد يوم شيئا فشيئا، كان آخرها اكتشاف عصا الثعبان أو أطلق عليه عصا موسى بفنلندا التي أرجع العلماء زمنها إلى 4400 عام. ترى ما حقيقة تلك العصا الغريبة؟ وهل تجمعها بنبي الله موسى عليه السلام أي صلة أو أي رابط؟ تعالوا معا في رحلة سنحكي لكم الحكاية. أنا هايدي أسري وهذا ملخص القصة. في عصا ورد ذكرها في مختلف الكتب السماوية عصا موسى عليه السلام التي إذا ألقاها على الأرض تحولت إلى حية تسعى. مصادر القصة كثيرة وعديدة، هي قصة حدثت على سبيل اليقين للريبة. لكن أين هي تلك العصا برأيكم التي ألقاها موسى عليه السلام؟ أعيد ذلك السؤال للواجهة مرة أخرى مع اكتشاف علماء الأثار بفنلندا لطاقم خشبي منحوت فيه عصا على شكل أفعى طولها أكثر من نصف متر. أرجعوا الزمن تلك العصا إلى أكثر من 4000 عام كاملة، أي أنها تعود للتقسيم الأخير للعصر الحجري. كما يضيف أحد علماء الآثار مذهولا وبشدة، من هول ما رآه لقد رأيت عديد الأشياء غير الاعتيادية بحكم مجال عمل كعالم آثار. لكن ما الذي قد يذهب بعصا موسى إلى فنلندا في أقاصي العالم؟ فالمناظرة بينه وبين السحرة كانت في مصر أصلا كما يعلم الجميع. سؤال بالطبع يحتاج إلى إجابة. هنا يخرج اعتقاد مشكك في صلة العصا بموسى عليه السلام، حتى وإن كان تقادم الزمن عليها يعطي تلميحا بصلة مشكوك فيها. فقد أرجعوا تلك العصا لمجموعة سحرة أطلق عليهم سحرة الشامان في العصر الحجري القديم. كانت تلك القبائل تقدس الثعابين، وكانوا يستخدمون تلك العصا المنحوتة كشكل من أشكال تبجيلها. أما عن مكان عصا موسى الحقيقي، أين هو وأين ذهبت؟ فلم يرد عن مكانها نص صريح أو دليل واضح، لكن وردت بعض الروايات التي تشير هنا لأن ظهورها سيتبعه قيام الساعة، وأخرى تشير لأنه قد تم حرقها مع عجل السامري. لكن ومع انعدام أي دليل صريح واضح على مكانها، فإن مكانها وعلى الأرجح حتى الآن لا يزال مجهولا، لا نعلم عنه شيئا. في الختام، وأنتم ماذا ترون؟ هل تظنون أن تلك العصا التي وجدت في أقاصي الأرض في فنلندا هي عصا موسى الحقيقية عليه السلام؟ أم أنها ليست سوى منحوتة فنية عفى عليها الزمان؟ شاركونا بآرائكم.